باسمكم جميعا نرحب بضيفنا في هذه الأمسية الدكتور طارق رشيد المدرب في مركز التدريب الدولي التابع للأمم المتحدة. حياكم الله دكتور طارق. أهلا وسهلا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشكرك أستاذ محمد وأستاذ عبد العزيز، وأرحب بضيفيكم الكريمين دكتور موفق وأستاذ مروان، وعذرا على يعني الدخول متأخر، يمكن كان عندنا برضو كورس أونلاين بنفس القضية اللي كنا نحضر فيها. دكتور طارق لو حبينا نسأل في قضية كورونا فرص وتفاؤل، ما الفرص التي يمكن للفرد اغتنامها في هذه الجائحة؟ جميل. بسم الله الرحمن الرحيم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. ودائما نقول أن في الابتلاءات ونهج الأنبياء والأولياء الصالحين نهج الابتلاءات دائما هنالك دروس مستفادة، فدائما وتفاؤلوا بالخير تجدوه. وأنا عند ظن عبدي بي أقول دائما أن ممكن ألخص التفاؤل بالفرص بخماسية العلاقات، وكل علاقة لها منظومة قيم في ظل هاي الجائحة كيف نستفيد منها. إذن علاقات وقيم خماسية. أول علاقة هي علاقتي مع نفسي. علاقتي مع نفسي بنقول فرصة في الجائحة دائما أن تكتشف من نفسك من أنت. وحقيقة في ناس ما كانش يعرف نفسه مع طول القاعدة كذا، وإن شاء الله يعني في شهر رمضان أن تزول هذه الجائحة. ودائما في علم الأزمات نقول أن الأزمات دائما المرحلة الأخيرة في دورة حياتها هي الانحصار والتلاشي بإذن الله تعالى، ندعوه ذلك في شهر الفضيل. فهنالك فرصة أن تتعرف على نفسك. رفع الوعي بالذات جدا خطير، لأن الوعي بالذات بيخلي عندي الإدراك يرتفع، إحساس بالمسؤولية تجاه نفسي يرتفع، ففرصة أطور ذاتي. خلينا أتوقف مع مهاراتي. في 5 أسئلة دائما بنقول أنت فرصة قاعد جاوبها. ما مهاراتك؟ ما موهبتك؟ ما عشقك؟ شو اللي بتعشق أنك تعمله؟ ما المحفزات وما مخاوفك عشان تتجنبها؟ ففرصة لتطوير الذات في العلاقة الشخصية. ما المنظومة القيمية التي ترافق تطوير الذات؟ الاجتهاد. الاجتهاد مطلب، وعدم الاستسلام وعدم اليأس. لكن أيضا في علاقة أخرى جدا مهمة هي علاقتي مع أسرتي. ويعني تحية أؤكد على ما تفضلت به الأمهات، أمك ثم أمك ثم أمك، والجنة تحت أقدام الأمهات. وحقيقة في هذه الجائحة يمكن الرجال لأنه كان فترة طويلة يغيب عن البيت يمكن جديد يتعرف على أولاده. في ناس بيقول لك صدق أول مرة يعني بتعرف على الأولاد لأنه دائما مسافر كثير. أنا مثلا من الأشخاص اللي دائما عايش في الطيارة، يعني نتيجة عملي في الأمم المتحدة في أكثر من دولة، فعايش بالطيارة. الله تعرف على أولاده أخيرا يعني. حتى أن بعضهم كان يقول بعضهم كان يقول والله طلعوا طيبين، يعني طلعت الأسرة طيبة. فالفكرة أنه أنت بصير في عندك فرصة أكثر تتعرف على عائلتك. هون بلزمنا منظومة قيمية العطف والحنان والتوجيه والإرشاد. ودائما الأب والأم شركاء في ظل هذه الجائحة. الطفل لا يدرك، وحقيقة في يعني 4 بيحتاجوا في هذه الجائحة العناية التامة من ظل الإسرة. أولا كبار السن، كبار السن لأنه المناعة عندهم ضعيفة. 2 أصحاب الأمراض، فما بالك لما يكون مريض وكبير سن. أيضا الأطفال، لأنه الأطفال لا يعي، فلما يشوف في خوف وهلع عند الأم، تخيل الأب اللي هو يمثل قائد البيت هو والأم، قاعد مع أولاده بيقول لهم والله يا أولاد ماني عارف في ظل هالجائحة شو بدي أسوي. أي أحبطهم، يعني إذا كان بدهم يتعلموا أونلاين خلاص الله يكون في عون الوالد. القوة والقدوة عند الأب والأم مهمة جدا لنغرز في نفوس أبنائنا أن الصبر مفتاح الفرج، وأنه دائما خلينا نطور أنفسنا. وصراحة أنا اللي شفته من خلال اللي قاعد بيصير مع كثير عائلات، قال أبنائي حبوا التعلم عن بعد، وصار في ثقافة التكنولوجيا لابد أن تسير. يعني العالم ما بعد كورونا ليس كما قبل كورونا، ورح نشهد تغيير، يعني مش تغيير طبيعي، تغيير بسموه أسي في العلاقة الهندسية، يعني تغيير خطير جدا على العادات والتقاليد والمستوى الاجتماعي، حتى الاقتصاديات الدول عم تتأثر. ففرصة إني أعد العدة لما بعد كورونا. العلاقة الثالثة مع مهنتي. في ناس الآن بيشتغلوا عن بعد. العمل عن بعد يحتاج الالتزام. من القيمة المهمة جدا الالتزام. في كثير ناس ما صدق إنه بطل يشتغل ويقول يا أخي والله ما عندي نت، وبيحلف كمان. للأسف وجدنا ممارسات خطيرة جدا. الالتزام منهج مع مؤسستي أنا اللي باخذ منها رزقتي يا أخي. اللي رزق على الله صحيح، لكن أنا دخلي عم باخذه فخليه بالحلال. والالتزام في العمل عن بعد فرصة مع عملي كمسؤول أو كمدير أو كمدار، كشخص بشتغل كموظف. العلاقة الرابعة مع مجتمعي. في المجتمع نحتاج منظومة قيمية. الوعي المجتمعي هو اللي بينقذ البلد. الوعي المجتمعي يا أخي، خلينا نلتزم بتوجهات المملكة العربية السعودية، خلينا نلتزم بتوجهات الإمارات، الأردن، كل واحد في بلده يلتزم بالمنظومة، لأنه الالتزام بيعطي وعي مجتمعي. واللي أخرج كثير من الدول هو الوعي المجتمعي. فقيمة الوعي المجتمعي، لكن أيضا التطوع قيمة. إحنا في شهر رمضان نرحب بتطوع، لأنه في ناس والله محتاج. في ناس يعني فقد عمله لأنه كان عمله بالمياومة، ويمكن كان بيعتمد على وظائف ميدانية والآن حجر.
فحقيقة نحتاج هذه القيمة مع العلاقة الرابعة، والعلاقة الخامسة هي العلاقة الروحانية، ونحن في شهر العبادات، فبدي أكون في فرصة أنك تختم القرآن أكثر من مرة، التراويح إلى آخره. فهذه الفرصة في كورونا، دائما نقرأ من الجائحة ونهج الأنبياء كما أشرت، هو فرصة للاستفادة. خمس علاقات بمنظومتين قيميه. طيب تلخصها لنا دكتور في خمس، الخمس تلخصها بشكل يعني سريع. العلاقه الأولى. علاقتي مع نفسي. نعم. علاقتي مع نفسي، حدد اهدافك، الجهد مطلوب، ما تخليكش. نعم. في ناس بتلاقيه بينام على كرسي وبعدين بينتقل تلفزيون، ضيع وقته. العلاقه مع النفس. الثانيه مع عائلتي واسرتي، العطف والحنان والمساعده. نعم. والثالثه والثالثة مع زملاء العمل ومؤسستي. زملاء العمل. تكون عندي التزام. أربعة مع مجتمعي. مع المجتمع بشكل عام. تطوع. وخمسة. نعم. مع الله سبحانه وتعالى في علاقة الروحانية. نعم دكتور، كيف يمكننا أن نبني عادات جديدة وخصوصا في جلوسنا في البيت مع الأسرة مع الأبناء؟ جميل. يقال دائما في علم الإدارة إنه أي شيء بتعود عليه 21 مرة متتالية يصبح عادي. طبعا احنا صرنا محجورين الان، قربنا على الشهرين ان شاء الله. فصار في منظومه عادات، مثلا من العادات اللي زادت شوي هي التواصل الاسري. صح صار في انفصال اجتماعي عن الاخرين، بس زادت قيمه التواصل المجتمعي الاسري. داخل الاسره. نعم. التكنولوجيا وتعلم التكنولوجيا. في ناس بيقول لي الان ابنائي ما كانوش يحبوا التكنولوجيا، الان صاروا يعني شغفهم بالتكنولوجيا. صار الزامي ان المدارس والتعليم تتحول الى التكنولوجيا، شئنا ام ابينا، رفضنا أم قبلنا. التكنولوجيا هي العصر القادم. في مؤتمر الوظائف كان قبل 10 شهور في شهر 9 في 2019 تحدثوا عن وظائف المستقبل، يمكن كورونا سرع فيها شوي، اللي كلها تتعلق عن التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وهندسة الروبوتات. ففرصة أنه نطور أبنائنا في التكنولوجيا حتى إحنا كأشخاص. فهي مهمة جدا، لأنه في فرص للتطوير. في وظائف راح تلغى حقيقة، هذا واقع. في وظائف، أكثر القطاعات اللي تأثرت هي قطاع، حسب تصنيف الأمم المتحدة الآن، قطاع الطيران، قطاع السياحة، قطاع المطاعم، قطاع الأمور اللي فيها احتفالات وكذا، هي تأثرت أكثر شيء، خسرت. أكثر قطاعات استفادت هي قطاعات الصيدلة والقطاعات الأخرى. الآن عودة أيضا إلى الزراعة، لأنه ثبت أنه التغذية هي الأساس الرئيسي في هذه الجائحة. فمن هذه القناة، يعني قناة زاد العلمية، ودائما تبث الرسائل يعني اللي فيها فائدة للجميع. الزراعة ثم الزراعة ثم الزراعة هي الأمن القومي، هي الأمن الصناعي، هي الأمن التكنولوجي. ولا خير في أمة تأكل ما لا تزرع. ففي عادات لازم نبدأ فيها وننهج. نعم دكتور، عندك بعض نعم، هنا مشاركة أتت من الأخوين يزن وباسل أبناء عبد الله السهيل، يذكراني أنهما وجدا وقتا لمساعدة والدتهما في المطبخ. موفقين. نعم. أبنائي. هذه دكتور، هذه بعض المشاركات التي تصلنا حقيقة من الجوانب الإيجابية والجوانب المشرقة في جائحة كورونا. مشاركات كبيرة جدا، سواء في يعني العادات، في مثلا التصرفات التي تحصل داخل البيت، أو الأشياء بشكل عام التي حصلت مع الجائحة. يمدحون هذه الجائحة ويقولون يعني شكرا كورونا. حقيقة التفاؤل في هذه الأزمة يحقق كثير من المكاسب. نريد أن نختم بثلاثين دقيقة عن هذا الجانب. جميل. يعني إحنا يعني حديث الرسول عليه الصلاة والسلام إن عجبا لأمر المؤمن، فدائما أمره كله خير، سواء كان يعني جاء في السراء فشكر، وجاء حتى في الابتلاءات فصبر. فدائما أمر المؤمن خير، وليس ذلك إلا للمؤمن. فإحنا نقول دائما في كل أزمة، وخليني أعطي بعجالة لأن أنا تخصص في كثير في الإدارة، في إدارة الأزمات، الأزمة تمر في أربع مراحل. المرحلة الأولى بسموها مرحلة الإنذار المبكر، مرت ومحدش انتبه لها. المرحلة الثانية مرحلة اللاعودة، فيها صدمة وهول وخلع وهلع وخوف، وهون بيجي دور الأب والأم لتهدئة الأسرة. المرحلة الثالثة الانتشار والاتساع، إن شاء الله إنها تعدت. المرحلة الرابعة نطمئنكم، أي أزمة في العالم تصل إلى الانحسار ثم التلاشي والاختفاء. فعادات جديدة. نعم، مثلا أنا عمري ما دخلت المطبخ، حتى في الأوتيل هون مضطر بحاول أجيب أشياء فيها بطبخ فيها، حتى غسيل أنا بغسله. ففي عادة جديدة والله ما كنت عمري أتخيل. هذه تجارب، تعتبر تجارب جديدة يعني. بالضبط. فدائما الجائحة مفيدة، صح هي ابتلاء، ودائما في الابتلاء نحتاج الصبر، لكن نتعلم. ونهجنا قدوتنا رسول الله عليه الصلاة والسلام، في كل الابتلاءات كان هنالك دروس يستفاد منها، وفي مجال أني أراجع وأطور نفسي. شكرا لكم دكتور طارق رشيد، المدرب في مركز التدريب الدولي التابع للأمم المتحدة. كنت ضيفا خفيف الظل، شكرا لك.